السلام عليكم، معكم حسام ريف، شاعر ملحن مغني صنف الأغنية الأمازيغية المغربية. راني حاب نغني لكم واحد الأغنية جزائرية من التراث الشعبي ديال الهشمي القروابي، اللي أنا شخصيا مولوع بالموسيقى الجزائرية الشعبية مثل بحمال الحراشي، كمال المسعودي، القادر شعو، محمد العلقة وإلى آخره، نخبة كبيرة. فهذه المناسبة كنحيي الشعب الجزائري الشقيق، كنحيي الشعب المغربي والشعب التونسي والليبي وإلى آخره وكل العرب المسلمين. وهذه الأغنية كنهديها للصديق نتاعي اللي راه معايا هنا، السي عبد العالي، اللي راه كيشجلني غير بالإم بي 3، ودونك غادي نحاولوا نعزفوها غير على الطابلة باسكو راني ما جبتش معايا الجيتارة ديالي. جات غير مفاجأة، رانا جالسين قصارين قلنا نسجلوا هذه الأغنية. نتمنى طرق جميع الجزائريين والمغاربة. حكمت وما عرفت كيفاه حكمت، مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي، نتفكر الوقت والصغر وايام الزينين. حكمت وما عرفت كيفاه حكمت، مانيش حقودي هدي هي سيرتي، مادام ملكيك واتني وانا قلبي حنين، مادام ملكيك واتني وانا قلبي حنين. انا قلبي سماح سماح، يصبر اللي جات كاتبه من عند الرحمن، كان الصغر وراح وراح، مهد جرحوني الريام في قديم الزمان. انا قلبي سماح سماح، يصبر اللي جات كاتبه من عند الرحمن، كان الصغر وراح وراح، مهد جرحوني الريام قادم الزمان. تتسامح الارواح رانا يا فلان زايدين في قرن العشرين، والعبد الجوا من حقه يصغى وينتبه ويحط العينين، من حقه يصغى وينتبه ويحط العينين. حكمت وما عرفت كيفاه حكمت، مشيت نزور الدار اللي فيها خليلتي، نتفكر الوقت والصغر ويام الزينين. حكمت وما عرفت كيفاه حكمت، مانيش حقودي هدي هي سيرتي، مادام ملكيك واتني وانا قلبي حنين، مادام ملكيك واتني وانا قلبي حنين. حكمت وكان هديها بهذه المناسبة للصديق ديالي اللي مراش معايا هنايا من الجزائر، صالح الجزائري، اللي كي يقيم عندنا في المغرب، وشكرا.